فعلا النهاردة هناخد الكول بلادر باثولوجي. طيب نفتكر مع بعض، الكول بلادر هي عبارة عن storage organ بيحصل فيه storage و secretion of the bile. الكول بلادر بتتكون من 3 أجزاء: fundus, body, neck. opened by cystic duct that meet common hepatic duct forming common bile duct. طيب أول حاجة بنتعرف عليها في الكول بلادر النهاردة هي congenital anomalies. في مجموعة كبيرة من congenital anomalies ممكن تبقى موجودة عندي في الكول بلادر. تمام، اول حاجه عندي يبقى فيه agenesis، بمعنى ان يبقى فيه absence of formation او failure of formation of gallbladder. تاني حاجه ممكن يبقى عندي congenital cyst. تالت حاجه عندي ممكن يبقى عندي micro gallbladder، بمعنى ان في very small sized bladder. تمام، بعد كده بيبقى عندي multi septate gallbladder، بمعنى ان يبقى فيه multiple septation جوه الكافيتي اوف ذا gallbladder. بعد كده عندي bilobed gallbladder، ممكن كمان يبقى فيه apparent location او abnormal location او abnormal position للgallbladder. واخر حاجه عندي ممكن يبقى فيه duplication of the gallbladder. دي صور لل congenital anomalies of the gallbladder. هنا example في micro gallbladder، بمعنى ان في very small size gallbladder. bilobed gallbladder، بمعنى ان gallbladder جايه 2 loops. ده شكل multi septate gallbladder، زي ما احنا شايفين cavity من جوه، مش single cavity، لا multiple cavities نتيجه multiple septation. يبقى دي اول مجموعه من الباثولوجي اوف جول بلادر، هو الجول بلادر كونجنتال انومس. ثاني حاجه بناخدها هي جول بلادر ستونز او كالكيولاي، ودي حاجه مهمه جدا بنسميها كوليسيسس. تمام، ودي بنتعرف على انواعها والريسك فاكتور بتاعتها والباثولوجي كله بتاعها. تمام، اول حاجه بناخدها هي ريسك فاكتور اوف ذا جول بلادر ستون. الجول بلادر ستون بتبقى موجوده اكتر في جروب اوف بيبل بيتميزوا ب4 اف، بمعنى ان هي دايما بتبقى اكتر في الفيميل، والفيميل دي especially لو هي fertile female وفاتي وأكتر من 40 years old، فعشان كده risk factor بنرمز لهم دايما بال 4F، بمعنى إن هي فاتي fertile female more than 40 years old. تمام، طيب مهم أوي بعد كده نعرف ال types of stones of gallbladder. هما 3 أنواع: البيور أو metabolic stones، mixed stones أو infective stones، و combined stones. بعد كده عندنا جدول مقارنة بين الثلاث types of the stones. الجدول ده بيشمل ان انا يعني افرق بينهم من حيث الانستنس ومن حيث الكومبوزيشن. تمام، ومن حيث بعد كده المورفولوجي. البيور stones بمعنى ان هي من اسمها بيور، يعني one component، هي مكونة من حاجة واحدة بس، اما انها تبقى كوليسترول او انها تبقى bile pigment او انها تبقى كالسيوم كربونات. البيور stones كلها بتمثل حوالي 10% من الانستنس of the all gallbladder stones. المكسد ستونز او الانفكتيف هي ما بتبقاش مكون واحد، لا بتبقى مور ذان اتنين، يعني مور 2 اور 3 اوف ذا بريفيوس كومبوننت، بمعنى ان هي ممكن يبقى فيها كوليسترول مع بيليروبينيت او مع كالسيوم كربونيت حسب بقى ايه التركيبه بتاعتها. المكسد ستونز هي اكتر او الموست كومن ستونز، بتمثل 80% اوف ذا اول تايبس اوف ذا gallbladder stones. اخر نوع اللي هو combined stone ده بيمثل 10%، هو بيبقى ليه unique structure او specific structure، بمعنى ان هو بيبقى عبارة عن cholesterol nucleus round by mixed components. تمام، يبقى تاني احنا عرفنا ان احنا عندنا 3 أنواع من الستونز: البيور والميكسد والكومبايند. تمام، البيور 10%، الميكسد 80%، الكومبايند 10%. البيور بتبقى one component، اما انه cholesterol او calcium بيروبينيل او calcium carbonate. سو احنا عندي كوليسترول ستونز، بايل بيجمنت ستونز، كالسيوم كربونيت ستونز، يبقى هي نفسها بيور 3 أنواع. طيب تاني حاجه الميكسد هي عباره عن 2 اور 3 اوف ذا بريفيوس كومبوننت. اما بالنسبه للكومباين دي حاجه يونيك ستراكشر، ليها سبيشال ستراكشر ما بيتغيرش، هي بتبقى دايما كوليسترول نيوكلاس سراوند باي ميكسد كومبوننت. بعد كده بنتعرف على المورفولوجي لكل نوع من انواع الجول بلادر ستون. تمام، اول نوع عندنا هو الكوليسترول ستون، بيبقى ليه كاركترز معينه، دايما بيتميز ان هو سنجل، بيبقى ليه لارج سايز ممكن يوصل اب تو 3 سنتيمتر، راوند اور اوفيد ان شيب، دايما بيبقى ليه سموث سيرفيس، بيبقى دايما بيل يلو، اكيد يلو عشان الكوليسترول كونتنت بتاعته، بيتميز بجلستنين جراديتين كراستلاين كاتكشن، ودايما سوفت انكونسستنس. تاني نوع عندنا اللي هو البايل ستونز، دايما مختلفة عن الكوليسترول ستونز، أولا بتبقى دايما مالتيبل مش سنجل،
ليها small size دايما بتبقى أقل من 1 سنتيمتر، ليها regular shape، ليها smooth surface، dark brown to black in color، وليها homogeneous conception و friable أو hard. الكالسيوم stones بتتميز دايما إن هي برضو multiple، برضو small in size، بتتميز إن هي grayish white in color و very hard in consistency. يبقى دول ثلاث انواع اللي هما البيور، مختلفين عن بعض. دايما الكولسيرو بيبقى كبير وبيبقى دايما سنجل، انما البايل والكالسيوم دايما بيبقى مالتيبل ودايما بيبقوا سمول ان سايز. تمام. طيب النوع الثاني عندي اللي هو الميكس ستون، ده بيتميز ان هو مالتيبل، في فاريشن في السايز، بيبقى الريجولار ويز فاسيتد سيرفيس، لي فاريشن في الكالر. تمام. دايما في الكاستيشن بنلاقي دارك نيتس كفرد باي لامينيتد لاير. النوع الاخراني عندي اللي هو الكومبايند ستون، ده برضو بيتميز ان هو مالتيبل، وده يعتبر أكبر نوع، هو largest among them من حيث السايز. تمام. زي ما قلنا قبل كده، هو دي unique structure، دايما بيتكون من cholesterol nucleus surrounded by concentric layer of bile pigment and calcium salt. دي صورة بتوضح الشكل بتاع الأنواع المختلفة من الكمبيوتر. تمام. دي أول نوع عندنا اللي هو الكوليسترول، شايفينها هي yellowish in color و single و large in size. تمام. النوع الثاني اللي هو البايل بيجمنت ستونز، هي بتبقى مالتيبل زي ما احنا شايفين، دايما بتبقى سمول في السايز بتاعها وليها فيري لارج في الشيب، ودايما بتبقى صغيره يعني اقل من 1 سنتيمتر. تمام. دي بقى الكالسيوم الكربونيت، بتميز ان هي برضه بتبقى مالتيبل، بتبقى سمول. تمام. ودايما بتبقى وايتش ان كلر شغيره. ده النوع اللي بعد كده هو الميكسد ستون، برضه بيبقى في فاريشن، بيبقى دايما مطول ويبقى فيه variation في size، ممكن يبقى small or large size. ال combined stone ده ال largest among them، زي ما احنا شايفين في النص بيبقى فيه cholesterol nucleus حواليها concentric layer of bile pigment and calcium salt. احنا كده خدنا الانواع المختلفة من ال stones. تمام. طيب بعد كده مطلوب ان انا اعرف ال pathogenesis of the stones، ازاي بتتكون وبتيجي ازاي. تمام. طيب في ثلاث اسباب بيبقوا مسؤولين عن formation of the stones. السبب الاولاني هو abnormal composition of the bile، السبب الثاني وده سبب مهم هو الانفكشن، وبعد كده عندي الاستيزيس. تمام. طيب اول حاجه عندي abnormal composition of the bile، بمعنى ايه؟ ان انا لو عندي اي disturbance في الريشيو بين الكوليسترول وبين البايل سولت، ده مسؤول على طول او ده ريسك على طول ان هو يكون لي ستونز. تمام. ممكن يبقى الابنورمال كومبوزيشن او ابنورمال ريشيو بين الكوليسترول وبين البايل سولت حاجه unexplained primary، يعني انا مفيش سبب معين خلى فيه ابنورمال ريشيو بين الاثنين. في اسباب تانية، بيبقى فيه increased concentration of cholesterol زي حالات الهايبر كوليستيروليميا، او increased concentration of bile pigment زي حالات الهيموليتيك جوندس، او decreased concentration of bile salt زي الليفر ديزيز. تمام. يبقى عندنا اول سبب او اول etiology من اسباب تكوين الجول بلادر ستون هو الابنورمال كومبوزيشن اوف ذا بايل. تاني سبب عندي هو الانفكشن. تمام. طب الانفكشن ازاي بيعمل جول بلادر ستون؟ انا لو عندي انفلاميشن في الجول بلادر وول، ده على طول بيعمل absorption of the bile salt، فبيعمل cholesterol precipitation. تمام. في الحالة دي بيبقى الانفكشن هنا بيعمل formation of the nucleus. النيوكليس دي بتبقى مكونة من حاجات زي البكتيريا والفايبرين ومعها شريط الابيثيليوم. تمام. So بيبقى في center هنا للformation of the stone، وده زي pigment stone. يبقى الانفكشن هو بيقدم لي كل ال component of the infection أو inflammation بتبقى nucleus for formation of the stone. تالت سبب عندي هو الستيزس، لما يحصل عندي spasm of sphincter of Oozy أو أي obstruction للcystic duct، في الحالة دي بيحصل stasis وبالتالي بيحصل more water absorption, bile concentration and infection. نبدأ نتعرف بقى على complication مختلفة نتيجة gallbladder stone. 70% من الحالات بتبقى symptomatic، ما فيش فيها أي أعراض، لكن patient تانيين بتبدأ تظهر مشاكل مختلفة، أهمها طبعا هي chronic cholecystitis. كمان الكول بلادر ستون ممكن تبقى اريتيتيف، بتعمل اريتيشن في الابيثيليوم اوف كول بلادر، فده ممكن يعمل لي نيوبلاستيك تشينجز، فيظهر عندي سكوينس ميتابليزيا، وكمان ممكن يظهر كارسينوما اللي هي كول بلادر كارسينوما. لكن النيوبلاستيك تشينجز بتبقى موجوده بس في 3% من الحالات. تمام. طيب اهم كومبليكيشن عندي او فيري كومن هو الستون مايجريشن او الستون موفمنت، وبتبدا المايجريشن ده يعمل لي مشاكل تانية كتير
زي ايه؟ زي اول حاجه عندي في بيلوري كوليك، تمام. ممكن بعد كده يبقى فيه obstruction للسيستيك دكت فيعمل لي acute cholecystitis. ممكن يحصل perforation للجول بلادر فتبدأ الستون تتحرك على الانستينال لوب فتبدأ تعمل لي acute intestinal obstruction. ممكن يحصل obstruction للكومن بايل دكت فده يعمل لي obstructive جونزس وكولانجيتس وبيلوري سيروزس. ممكن كمان يحصل obstruction للامبولا اوف فاتر فده يعمل لي acute hemorrhagic pancreatitis. طيب يبقى احنا كده خلصنا الجول بلادر ستون. بنتعرف على برضو حاجة جديدة خالص اللي هي كوليسيستايتس أو التهاب المرارة، وده حاجة very common كلنا بنسمع عنها، تمام. مقصود ايه بالكوليسيستايتس؟ هو inflammation of the cold bladder. هو بياخد تلاتة types، بياخد تلاتة أشكال، إما إنه acute أو chronic، أو يبقى البيشنت chronic لكن كل شوية يجيله acute attack فيبقى acute on top of chronic. acute cholecystitis نتعرف عليها في الأول، هي عبارة عن acute inflammation of cold bladder wall بتحصل مني in middle aged female، تمام. التايبس بتاعتها اما ان هي تحصل في بيشنت عندهم كالكيولاي، في الحاله دي بسميها اكيوت كالكيولار كوليسيستايتس، او تحصل في بيشنت من غير كالكيولاي، في الحاله دي بسميها اكيوت اكالكيولار كوليسيستايتس، تمام. الاكيوت كالكيولار كوليسيستايتس نتيجه اوبستراكشن للكول بلادر او السيستيك دكت باي ذا ستون، ده هيعمل ايه؟ اول حاجه هيطلع عندي ميكوزا الفوسفولايبيز، هيعمل هيدروليسيس للسيسين انتو توكسيك لايتوليسيسين، هيبدأ يحصل destruction للميوكس لاير، وهيبدأ يحصل الإبستريم عندي يحصل له exposure للريتيتنج effect by detergent salt. كل ده في الآخر هيعمل dysmotility ويحصل distension of the gallbladder. في الحالة دي هيحصل compression على الارتريز ويحصل decrease للblood flow وإسكيميا. النوع التاني عندي هو الacute acalcular cholecystitis، وده يحصل في حالات معينة زي البوست اوبراتيف والسيفير تروما والسيفير بيرن والسيبسيس والمالتي سيستم اورجان فيلير. كل الحالات دي مرتبطه بحدوث اسكيميا، تمام. لكن ممكن يحصل برضه في حالات الديهايدريشن والمالتيبل ترانسفيوجن. طيب بعد كده نتعرف على المورفولوجي اوف اكيوت كوليسيستايتس. انا عندي المورفولوجي بيبقى فيه تو تايبس من الاكيوت كوليسيستايتس مورفولوجيكلي، اما انه انفلاميشن بيبقى مايلد كاتارال تايب او بيبقى سيفير سابيراتيف تايب. وبالتالي انا عندي مايلد كاتارال acute cholecystitis وعندي severe suppurative acute cholecystitis، كل واحد فيهم مختلف خالص في الشكل، تمام. لو انا عندي mild color inflammation في الحاله دي الكول بلادر بروثلي بلاقيها بتبقى congested edematous swollen with thick wall contain mixture of bile blood and pus، تمام. السيروزا من بره بلاقي فيها fibrous or bilirubin exceeded. مايكروسكوبيكالي في حاله الكاتارال inflammation بلاقي ان في partial shedding للميكوزا، كل layers of cold bladder بيبقى فيها congestion edema neutrophil infiltration. يبقى احنا كده خدنا اول نوع اللي هو الكاتارال acute cholecystitis. طيب النوع التاني بقى اللي هو بيبقى acute severe، هو severe suppurative cholecystitis بيبقى شكل مختلف خالص، تمام. cold bladder هنا بيحصل فيها distension with pus، بيحصل فيه مشكلة في circulation of the cold bladder فيبدأ يحصل ischemic changes زي necrosis و gangrene. الكول بلادر appear dark brown green or black friable. لو القدر الله حصل كمان perforation بقى في الكول بلادر ممكن تعملي بيلي كوليسيستيك ابسس، او تبدا يحصل saturation للبروتونيوم كله فيعملي diffuse peritonitis، تمام. طيب مايكروسكوبيكالي في حاله السابيرتيف انفلاميشن بلاقي ان في فرانك ابسس فورميشن، وممكن كمان الاقي جانجرينس تشينجز. كلينيكالي في حالات الاكيوت كوليسيستايتس بلاقي في progressive upper quadrant or epigastric pain ومعاه تندرنس. ممكن الاقي constitutional manifestation زي الفيفر والانوركسيا والتاكيكارديا والنوزيا والفومتنج والسويتنج. باللاب بقى انفستيشن ممكن الاقي increased serum alkaline phosphatase وليكوسايتوسيس. طيب ايه الفيت اوف acute cholecystitis؟ حاجه من الاثنين، اما يحصل healing by fibrosis او ان الحاجه كلها بتتحول لchronic cholecystitis، تمام. طيب ايه اهم complication في حالات ال الأكيوت كوليسيستايتس؟ يبقى عندي بيري كوليسيستيك أبسس، ممكن يحصل رابشر في الحالة دي يحصل قدر الله أكيوت بريتونيتس، ممكن يحصل spread of suppurative inflammation سواء ascending suppurative cholangitis أو liver abscess، أو آخر حاجة اللي هي تحول الموضوع كله كرونيك يبقى في عندي كرونيكتي and gallstone، تمام. طيب بالنسبة للحاجة التانية عندي هي كرونيك كوليسيستايتس. أسباب كرونيك كوليسيستايتس إما إن هي تبتدي from the start chronic، أو إن هي في الغالب بتيجي نتيجة repeated attack of acute cholecystitis، تمام. طيب السبب التاني عندي لحدوث chronic cholecystitis هو gallbladder stones.
تمام. طيب المورفولوجي اوف كولونيك كوليسيستايتس ده بيختلف حسب السيستيك داكت اللي عندي حصل لها اوبستراكشن ولا فضلت مفتوحه، تمام. سو انا عندي مورفولوجي بيبقى ويز اوبن سيستيك داكت، مورفولوجي تاني مختلف نتيجه اوبستراكتد سيستيك داكت، تمام. لو انا عندي السيستيك داكت فضلت مفتوحه في الحاله دي الحاجه اللي بتبقى غالبه على الجول بلادر هو الفايبروزس، تمام. فجروسلي بلاقي الجول بلادر سمول كونتراكتد نتيجه الفايبروزس، بيبقى فيه دنس فايبروس اديشن، ممكن يحصل لي حاجه اسمها ديستروفيك كالسيفيكيشن في الجول بلادر فبتدينا شكل اسمه البورسلين جول بلادر، تمام. طيب في الحاله دي مايكروسكوبيكالي بلاقي الميكوزا فيري ثين فلات ألسريتد، ممكن يحصل اريتيشن للسكويما للابساليم اللي عندي فبيقلب سكويماس ميتابليزيا، ممكن يحصل عندي بروفريشن للسكريبت والسيست، في الحاله دي بسميه كوليسيستايتس جلانديولاريس. البول نفسه بيبقى سيك وفايبروتيك وفي دنس كرونيك انفلاماتوري سيل انفلتريت، تمام. طيب دي الحاله الاولانيه لو سيستيك داكت فلت اوبن، لكن لو حصل بقى اوبستراكشن للسيستيك داكت، تمام، الجول بلادر في الحاله دي هيحصل لها دايليتيشن وهتبقى كونتين اما يلو بايل فبسميها هيدروبس او ميوسين سكريشن فبسميها ميوكوسيل، تمام. مايكروسكوبيكالي في الحاله دي هنلاقي اتروفيك وول ويز فيري ثين فلاتنت السريتد ميكوزا. ده شكل الكرونيك كوليسيستايتس، زي ما احنا شايفين دي الجلاند اوف جول بلادر وحواليها اللامينا بروبريا بتبقى فيها هيفي انفلاماتوري سيل انفلتريت وكونجستد كابيلاري. كلينيكالي في حالات الاكيوت كوليسيستايتس بلاقي فيه بروجريسيف ابر كوادرانت او ايبيجاستريك بين ومعاه تندرنس، ممكن الاقي كونستيشن على مانيفيستيشن زي الفيفر والاناروكسيا والتاكيكارديا والنوزيا والفومتنج والسويتنج. باللاب بقى انفستيشن ممكن الاقي انكريست سيرم الكالين فوسفاتيز وديكوسيتوسس. اول حاجه عندي هو الكارسينوما اوف ذا جول بلادر، هي في الانستنس عموما هي انكومن تيومر، تمام. الجول بلادر بالليجنز المختلفه دايما مرتبطه بالفيميل اكتر من الميل، فبرضه زيها زي اللي قبلها ستونز او كوليسيستايتس برضه بتبقى مور كومن ان فيميل، دايما بتيجي في الاتش الكبير قوي 60 70 سنه يعني في 7 ديكيد، تمام. اهم ريسك فاكتور للكارسينوما اوف جول بلادر هي الستونز و البيوجينيك والبارازيتيك ديزيز، ودي موجودة in Asia. المورفولوجي of the gallbladder carcinoma السايت هي أكتر جزء بيجي في gallbladder هو الفندس، تمام. طيب بالنسبة للجروس فيتشر أنا بيبقى عندي دايما الجروس واخد شكلين endophytic growth أو exophytic growth. endophytic growth بمعنى إن هو بيبقى infiltrating mass فبتعمل different thickening لل wall of the gallbladder، ممكن يحصل induration with deep ulceration وممكن يبقى فيه مشاكل زي fistula formation وزي penetration، تمام. يبقى أول شكل الجروس عندي هو endophytic بمعنى أنه يبقى عندي جروس جوه الوول نفسه فبيعملي thickening أو mass of different thickening، تمام. طيب الإكسوفيتيك جروس هو مقصود بيه الكويلي فلاور أو البابيلاري جروس، بيبقى فيه irregular كويلي فلاور mass ودايما على السيرفس بنشوف necrosis وhemorrhage ulceration. acute cholecystitis نتعرف عليها في الاول، هي عباره عن acute inflammation of gallbladder wall بتحصل مني ان من الاشد في بيل، تمام. التايب بتاعتها اما ان هي تحصل في بيشنت عندهم كالكيولاي في الحاله دي بسميها acute calcular cholecystitis، او تحصل في بيشنت من غير كالكيولاي في الحاله دي بسميها acute acalcular cholecystitis، تمام. الacute calcular cholecystitis نتيجه obstruction للgallbladder او cystic duct by the stone، ده هيعمل ايه؟ اول حاجه هيطلع عندي ميكوزا الفوسفولايبيز هيعمل هيدروليسيس للسيسين انتو توكسيك لايتوسيسين، هيبدا يحصل ديستراكشن للميوكاس لاير وهيبدا يحصل الابسيليم عندي يحصل اكسبوزا للريتيتنج افكت باي ديترجنت سولت، كل ده في الاخر هيعمل ديسموتاليسي ويحصل ديستنشن اوف ذا جول بلادر. في الحاله دي هيحصل كومبريشن على الارتريز يحصل ديكريز للبلاد فلو. السبريد اوف جول بلادر كارسينوما هو نفس الويز اللي احنا نعرفها العاديه، اما اندايركت او ليمفاتيك او بلاد. دايركت بيروح للادجيسنت اورجان زي الليفر والاستومك ديودنم او البروتينيم، ليمفاتيك هيروح للريجنال ليمف نود
اللي هي عبارة عن السيستيك والبري بورتال لينف نود. البلاد بيبقى رير في حالات الجول بلادر كارسينا. طيب الكلينيكال فيتشر بيتميز دايما ان انا عندي ابدومينال بين وعندي جونس، تمام، والاثنين بيظهروا انسيديوس اونست. البروجنوز ان جنرال بيبقى فيري بور، والفايف يير سرفايفل بيبقى حوالي 3% اوف اول بيشنت. دي صوره بتوضح الجروس فيتشر والمايكروسكوبيك فيتشر اوف جول بلادر كارسينوما. دي جروس فيتشر، انا عندي ماس اهي، تمام، الماس دي بتبقى كويلي فلاور ماس والسيرفس بتاعها فيه ارثريشن، ولو انا خدت بالي في ستون موجوده، يعني الستون هنا كانت ريسك فاكتور للفورميشن اوف ذا كارسينوما. الصوره الثانيه دي الميكروسكوبيك بيكتشر بتوضح ان في ويل ديفرنشيتد ادينوكارسينوما، انا عندي جلاند مالينجنت اسيناي او مالينجنت جلاند لاين بي مالتيبل لاير اوف مالينجنت سيلز، يبقى دي ويل ديفرنشيتد ادينوكارسينوما. اول حاجه عندي هو الكارسينوما اوف ذا جول بلادر، هي في الانستنس عموما هي انكومن تيومر، تمام. الجول بلادر بالليجنز المختلفة دايما مرتبطة بالفيميل أكتر من الميل، فبرضو زيها زي اللي قبلها ستونز أو كوليسيستايتس برضو بتبقى مور كومن إن الفيميل، دايما بتيجي في الإيدج الكبير قوي 60-70 سنة، يعني في سيفنس ديكيد، تمام. أهم ريسك فاكتور للكارسينوما أوف جول بلادر هي الستونز و البيوجينيك والبارازيتيك ديزيز، ودي موجودة إن آسيا. احنا كده خلصنا محاضرة النهاردة عن الجول بلادر، شكرا لكم.